علاج الحالة من الجنون. أيها المواطنون جنيني من أصول مصرية ألف تل أبيب شالوم. هل القبة الحديد حديد؟ هل القبة الحديد هتدوم؟ سؤال في نفس كل صهيوني عنده تروما من الخرطوم. وفي لقاء مع الجنود على الحدود نفوا الحدود من نهر للنهر. وسريعا تدخل رجل مسؤول وقال يا ولاد بلاش نلقح على مصر بالذات، ده السادات رجع بابا وعمه ببجامات. اما عن الدين حصل جاب بس لينا ظهر، صرح مسؤول امريكي ما بين الخيرين حساب قهقه. اما عن الشأن الداخلي في اراء اننا في ازمه ونتنياهو قال وشرف ابوهم مالهمش الا الجزمه. اما عن الشأن الخارجي فاحنا الديمقراطيه في شرق اوسط وحش، ده سودو استبداديه. طبعا دي الصوره اللي بنصدرها لكل الدول الغربيه علشان نحظى منهم بمسانده غير مشروطه ولا نهائيه. احنا ضحايا وده بيدينا نفوذ، انت جدك حرق جدي ادينا فلوس وانت مغمض. ادعم اسرائيل كل ما تعوز ولا نقول للعالم انك نازي وسمعتك تبوظ. احنا ضحايا وده بيدينا نفوذ، انت جدك حرق جدي ادينا فلوس وانت مغمض. ادعم اسرائيل كل ما تعوز ولا نقول للعالم انك نازي وسمعتك تبوظ. تؤكد الداخلية والخارجية على مدى أهمية إعطاء المتظاهرين الداعمين كل الحرية، وقمع أعداء السامية، وتدين المعترفين بأي دولة فلسطينية، وننكر الوحشية. سلاحنا دقيق 90% بيقتل من 90 لـ100 ومش بطريقة عشوائية. وصل دول يا دروع بشرية من حماس الإرهابية، يا إما ناس كده معدية لكن من أصول عربية. وده جيد العربي الحلو العربي الميت، أي بشري عبد في ديننا لليهودي السيد. دي عقيدة ما بنعلنهاش إلا بتصرف، عشان البشر كفر جهلة يفتكروها تطرف. شعب الله المختار يا عم، وانتوا جميعا ولا من نفس الطينة ولا من نفس الدم. بنقول حروب حرية مش حروب دينية عشان الزن، وعشان مش كله يبقى علينا احنا افضل بس البشر كم. احنا ضحايا وده بيدينا نفوذ، انت جدك حرق جدي ادينا فلوس وانت مغمض. ادعم اسرائيل كل ما تعوز ولا نقول للعالم انك نازي وسمعتك تبوظ. احنا ضحايا وده بيدينا نفوذ، انت جدك حرق جدي ادينا فلوس وانت مغمض. ادعم اسرائيل كل ما تعوز ولا نقول للعالم انك نازي وسمعتك تبوظ. ومعنا اتصال من القاهرة. الو، كم سنة وكم مليار عشان تتحكم في الأخبار، لحد ما بقى في جيل غربي جديد مسمم الأفكار. وهب فجأة الوهم انهار، ايه مبرر حجم الدمار وازاي تعيش دور الضحية وانت بتقتل الأطفال؟ وده بيطرح تساؤل، حكومة أمريكا أو غيرها قادرة تفضل مادة ايدها لإمتى؟ البلد بقت سمعتها بالدين اللي يساعدها، وسختكو كل الناس شافتها. قريبا الحكومات الجاية هترميكو من مركب حملتها، وساعتها مين هيلوم عليا لو الغضب عماني؟ إنساني يا ابن عمي لأحمل ليك شعور انساني في قلبي اضعاف اللي كان في اكتوبر. فما تجيلي تاني هخليك تقسم بالله ان ارحم خلق الا الالماني. يبدو ان اتصالنا انقطع مع القاهره.